هما قدام الميكرو، تنجموا تفرجوا فينا بالفيديو مع ادم المد، بنيس الجويني في الاخراج. نستقبل ضيفنا الكرام، واحنا الكلنا ضيف عند اسلام هذايا لاباس. اسلام المد، اهلا وسهلا بك. مرحبا بك وليد، تحيه ليك ولكل المستمعين. يحضر معنا المدافع الدولي السابق، لاعب النادي الصفاقسي، الترجي الرياضي التونسي، الزمالك، وبالاساس لاعب المنتخب الوطني، وسام العادي. اهلا وسهلا بك. مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين. ويحضر معنا تريزيغول، اليوتيوبر اللي نهار السبت حكيت لكم، قلت لكم اسمه حيدر وما عادش نعيط له حيدر. تريزيغول، اهلا وسهلا بك. مرحبا بك ومرحبا بالناس الكل تسمع فينا. شكرا على حضوركم وشكرا على استماعكم لكان اكسبريس. باش نحكيو على مقابلات البارح، شفنا الافتتاح وشفنا البلد المنظم اللي بدا بانتصار، كذلك اليوم النهار الثاني فيه اربع مقابلات باش نحكيو في البرنامج، لكن البدايه بالطبيعه باش نحكيو على اخبار المنتخب. كي نقولوا اخبار المنتخب نمشيو مباشره لليم بي مع انيس السحباني. انيس، اهلا وسهلا بك. مرحبا بك وليد، تحيه ليك وللسلام ولكل الضيوف. شكرا انيس. شنو اخر الاخبار بالنسبه للمنتخب التونسي؟ طبعا اخر الاخبار بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي، كما حكينا منذ الصباح، انه يوسف المساكني التحليل كان للاسف ايجابي في قطر، وبالتالي باش يكمل يواصل في قطر لمده الايامات الجايه، بانتظار انه يكون التحليل سلبي وبالتالي يلتحق بوفد المنتخب في الكاميرون، وبالتالي رسميا باش يغيب على المباراة الأولى ضد المنتخب المالي في ليمبي، المباراة اللي باش تلعب نهار الأربعاء. دونك هذا الخبر الأول. يوسف المساكني تم تأكد من غيابه في المباراة الأولى، كيف وكيف طبعا كما قلنا منذ أيام محمد الدراجي ماهوش باش يكون موجود في مباراة المنتخب المالي. هذا الزوز اللي تأكد رسميا غيابهم على المباراة الأولى اللي باش تلعب مع ساعتين، والتوقيت هذا اللي يعرف مليح الكاميرون واللي يعرف مليح افريقيا جنوب الصحراء يعرف مليح انه الوقت هذا غير مناسب لممارسه كره القدم، باعتبار انه الحراره كبيره ياسر، كما يعني في نفس التوقيت نتاع توا اللي توصل فيه الحراره درجه الحراره ال 35. وبالنسبه للمراوي الاوفيسيال هبطوا من قبيل شويه وليد، النوامر نتاع الملاعبيه اللي باش يشاركوا في الكان. طبعا بالنسبه للاربع حراس، بن مصطفى باش يلبس واحد، دحمان 16، بن سعيد 22، وجمال 26، الايفا لعب 2، الطالبي 3، رقيق 4، طبعا حدادي 5، ديران برون باش يلبس 6، المساكني موجود كما قلت 7، 8 الخاوي، 9 تزقار، 10 الخزري، 11 باش يلبس الجزيري، 12 معلول، 13 ديران برون، 14 حنبع المجبري، 15 بن رمضان، 17 الصخيري، 18 شعلان، رفاعي باش يلبس 19، دراجل 20، مكمتي 21، السليسي 23، بن حميد 24، بن سليمان 25، الجبالي 27، ولاري العزولي 28. هذه منذ لحظات طبعا المراوي الاوفيسيال نتاع المباراه. بالنسبه للتحاليل البي سي ار كلها سلبيه الحمد لله لملاعب المنتخب الوطني التونسي قبل مباراه المالي، يعني هذا خبر هبط منذ دقائق، كل اللاعبيه التحليل نتاعهم سلبي وباش يكون موجودين على ذمة التكتيك الفني. وما دام نحكي وليد، ما عرفتش اذا كان تسمع فيا بالجديد. نسمع فيك بالواضح على الاخر. قلت المدرب بدات تتوضح حسب الاخبار اللي عندي ملامح التشكيله نتاعه، ما عدا ممكن خطه ولا اثنين ولا ملاعبي ولا زوز. فاروق بن مصر بنسبه 99% باش يكون هو كحارس اول في تشكيله المنتخب الوطني التونسي. على اليمين باش يكون حمزه المثبوطي، على اليسار باش يكون علي معلول، الاقرب انه باش يلعب ثلاثه في المحور، الطالبي ديلان برون وكذلك بلال العيفة، قدامهم العيدوني وطبعا الصخيري الديسكيتابل، والخزري هو اللي باش يكون كقلب الهجوم. يعني اذا كان باش يكون اكثر هجومي باش يلعب السليتي، اذا كان باش يكون اكثر دفاعي باش يلعب الشعلالي. هذه طبعا باش نكمل نتعرفوا عليها في الساعات القادمه بالنسبه لخطه المدرب منذ الكبيره امام المنتخب المالي، اللي كما قلت باش يكون معاه جماهير كبيره كبيره برشا، وهذا اللي نلمسوا فيه يوميا هنا في الكاميرون. الجاليه الماليه اكثر جاليه موجوده في الكاميرون، كيف الجاليه الاثيوبيه، لكن حتى لكن الجاليه الماليه اكثر حقيقه في دولا اللي شفناها، وكذلك في ليمبي مقر اقامه المنتخب الوطني التونسي، اللي هو الحقيقه مقر نزل متواضع الحقيقه برشا يسكنوا فيه الملاعبيه، بينما المكتب الجامعي
والإداريين يسكنوا في أماكن أخرى قريبة لمقر إقامة المنتخب الوطني التونسي وسط مدينة لمبي. يعني أول ما تدخل مدينة لمبي تلقى مقر إقامة المنتخب الوطني التونسي، واللي هو زاد بجنب ملعب التمارين، ملعب تمارين فرعي هذايا من منتخب ماهوش باش يعمل حتى حصة تدريبية في ملعب متعدد الاختصاصات في لمبي. يعني ملعب المباراة ماهوش باش يعمل حتى حصة تدريبية، هو باش يكتفي بأنه يعمل ماهوش باش يعمل حصة تدريبية في الملعب الرئيسي، يعني نقصد باش يعمل حصة تدريبية كان في ملعب الفرعي للتمارين اللي موجود كما قلت في مدينة لمبي. والإطار الفني للمنتخب اللي باش يعمل غدوة 10 تاع الصباح ندوة صحفية مع واحد من اللاعبية، ثم المباراة إن شاء الله اللي باش تكون يوم الأربعاء. الحقيقة الجالية اللي موجودة في الكامرون في لمبي فما تقريبا 20 شخص في دولة تقريبا 500، يعني في الكامرون الكل ماكسيموم 2000 موجودين في دولة، ما ينجموا ممكن نجي شوية من نيجيريا على الحدود باعتبار لمبي محاذية لنيجيريا، والجابون ممكن زادة تنجم تجي، لكن ما نعتقدش أنه باش تكون فما عدد كبير من الجماهير اللي باش تكون موجودة في مباراة المنتخب المالي. بالنسبة مادام حكيت على الوضع الصحي، زاد احنا العالميين البارح قبل الندوة قبل التمارين عملنا تيست رابيد بإشراف الإطار الطبي للمنتخب الوطني التونسي، والحمد لله كل البعثة العالمية لاباس، ولكن من أجل حضور المباراة لازمك تعمل تيست بي سي ار باش تعمل اليوم إن شاء الله، وباش ينجم يحضر باش تدخل. يعني بالنسبة للتمارين تعمل تيست رابيد، بالنسبة للمباريات الرسمية لازمك تعمل تيست بي سي ار، وهذه طبعا قوانين الاتحاد الافريقي لكرة القدم في وضعية صعبة الحقيقة. لو حتى الكامرون موجود فيها أعداد كبيرة من معناتها الحالات الإيجابية، لكن وليد معناتها من الحاجات الغريبة اللي موجودة هنا في معناتها في الكامرون، ولو أنه ماهوش جانب عنصري يقولون كي نسألوهم على الكورونا يقولوا معلش ما تلبسوش كمامات عليكم ما تاخذوش معناتها احتياطات، يقول مازالت عندهم نظرية أنه المرض هذايا يوم معناتها مرض البيض ما يحكش فيهم بين ظفرين ما يحكش فيهم ما يمرضوش به. هما يقول لك احنا عندنا هما ديجا وليد عندهم امراض اخرى يتوفوا بها كما التيفويد كما الملاريا كما يعني إيبولا. نفس الاعراض تقريبا، يعني تقريبا عندهم نفس الاعراض، وبالتالي يعني يقول لك معناتها احنا ما تنجمش تكون اخطر من الامراض اللي تعاني منها افريقيا منذ عشرات السنين. وده نحكي على حكيت على البعثه العالميه البارح، نعاود نذكروا تضمننا الكامل مع البعثه العالميه الجزائريه. انيس شنو صار البارح معناتها؟ طمنا على الوضع الامني خاصه سمعنا اللي مش بعيد عن النزل صار الاعتداء معناتها. هو فما بعثه صحفيه تختار انها تسكن في نزل، تعرف فما بعثه صحفيه انها تختار معناتها تكري منزل هنا في دوالا رغم الارتفاع الكبير ياسر، لانه يعني حتى اليوم ما فهمناش المعادله هذيا، شعب فقير جدا الحقيقه الشعب الكامروني، لكن مثلا فما حاجتين من اغلى ما فما في الكامرون اللي هما النقل معناتها التنقل بين معناتها ترونسبور والا السكن، هذوما حاجات معناتها غاليين بدرجه رهيبه. مثلا وصلنا احنا اليوم الاول عند وصولنا كرينا منزل ب 200 يورو، يعني الليله برك معناتها تقريبا 600,000 تونسة، يعني منزل حقيقه متواضع معناتها متواضع معناتها في تونس معناتها ما يفوتش 200 دينار حقيقه الليله، هذا اذا كان معناتها السوم غالي. يعني نعطيك بفكره تقريبيه باش تفهم معناتها كيفاش يعيشوا معناتها كيفاش ينجموا يكملوا يعيشوا الشعب الكامروني، ودليل هذا انه الاعداد كبيره. بالنسبه نرجع لسؤال السلام، البعثه الجزائريه قلت هذوما زملاء، واحد منهم كان معايا في بعض الكؤوس الافريقيه وحتى جاء لتونس في بعض مباريات رابطه الابطال الافريقيه مع الانديه الجزائريه، كانوا موجودين في يعملوا في تقرير خارج النزل، وعند عودتهم تقريبا بعيد 150 متر تم الاعتداء عليه بسلاح ابيض من طرف 3 اشخاص، تم القبض اليوم على واحد منهم وفي بسبب وجود يعني كاميرا نتاع النزل، لكن فهم الكاميرا الاخرى اللي كانت مفروض تخطف الوجه نتاع زوج الناس الاخرين كانت معطله للاسف، تعرف امور تقنيه والامور يعني امور التكنولوجيا ناقصه برشا الحقيقه في الكامرون، وبالتالي ان شاء الله نعاود نجدد تضامننا مع الزملاء الجزائريين. هذا بالنسبه للوضع بصفه خاصه، لكن الوضع الامني
بصفه عامه كما قلت بالنسبه وانت ماشي اللمبي تعرف المقر اقامه المنتخب على اليمين وعلى اليسار، الجيش موجود بكثافه كبيره ياسر في تعرف المدينه الحساسيه المدينه بتعلم. شكرا لك انيس السحباني مبعوثنا الخاص في الكاميرون موجود في ليمبي مقر اقامه المنتخب التونسي. نحكيه على الاستعدادات وخاصه نحكيه على بدايه تبلور التشكيله اللي باش تهبط ولو 48 ساعه قبل المباراه يمكن مازال بكري شويه. فاروق في حراسه المرمى التشكيله راهي موجوده حاضره تقول انت حتى قبل 48 اكيد في ذهن المدرب على الاخر بالطبيعة هو يعرف واش يلعب يعرف واش يحط يعرف الملاعب الحاضر يعرف وديما موجود الباز نتاع ليكيب ديما موجود الجارديان لي ديفونس معناها تتبدل واحد ولا اثنين لي سورتو اللي يتبدلوا ديما لي دوميت كلوار اتاكو معناها ولا ارير دروا كيما نشوفوا تضرب بدراجر نشوفوا حمزه المثلوثي هذاك كيما قلت حبيت تسني على السؤال هذا قلت لك التشكيله ديما راهي موجوده اما بنسبه 90% موجودة. وسام العبدي هات نبداو ساعه اولا معناها البوست نتاع حراسه المرمى واللي هو تحكي فيه برشا اليوم يبدو كانوا الاختيار على فاروق وهو اللي باش يكون نمره واحد حتى في ماريولو باش يكون نمره واحد في تقديرك انت احسن اختيار هذه ما تصيرش الشوا نتاع الجول ساعه اول حاجه الجارديان لازمه هو اول واحد يتحط في الليكيب ديجا انت مش تحط الفورماسيون مش تحط الجارديان نقعد ويزيتي تو عندنا من بطولة العربيه للتو معز حسن تنحى بن مصطفى لعب معز حسن كان الاول من بعد تنحى ما تفهم حد شيء انت للناخب الوطني المدير الفني نتاع المنتخب انت شو عندك الجول وانا حاجه برك نحب نستفسرها ولا نحب نعرفها بصراحه لونترونير نتاع لي جارديان ساعة انت يلزم ينسق المدرب الاول والانترنت تاع الجارديان الانترنت تاع الجارديان وينه هو تاع في الحكايه هذه في الخماضه خاطر الاعلام التونسي والشارع التونسي الناس كل تسال شكون الجارديان الاول سمعنا بن سعيد سمعنا دحمان سمعنا فاروق مانيش الشوال تو مانيش لاقينه معناها ما هما بالكش كما كنت تقول انت في ذهنه هو واضح شكون شوالو لا هو اللي يعطيه شكون في فورما سلام يا ما مش الانترنت تاع الجارديان راني فيهم تو عندي دوبوي ترقدش من بطولة عربية واستاجيت ومكريت وتو مش تدخل كوب دافريك معناها شكون الجارديان اللي حاضر انت اللي عندك المشكلة يا وسام قديم الزمان المشكلة هي من قديم الزمان عندنا مش من قديم الزمان كوب دافريك اللي فاتت كانت عندنا نفس المشكل مع حمد الخسراوي قديم الزمان ثم شكر الواعد بعد انا لعبت مع علي بومنيجل علي بومنيجل ديما يشد شد سنين بعد شد البلبولي بلبولي شد برشا دونك بعد البلبولي دخلنا في برشا اختيارات كل مره جارديان كل مره جارديان وسام انا سؤال مباشر وسام في تقديرك انت الناخب وقت اللي عيط للقائمه نتاعو كي عيط يكلم فاروق من الاول يعيط له على اساس راك نمبر 1 والا يعيط كيكا بالمجموعه لازم ويختار من بعد لا هو لازم عندك جول اكثر بوست ديليكات وهي في الـ في الـ في, الـ في الاكيب سواء كيب ناسيونال ولا جمعيه سيرتو ليكيب ناسيونال هي الجول الجول لازم انديسكوتابل عندك جول جرون تيتيلار وانت جايز يكون يعرف اللي هو الاولين انت حسب تو انا حسب اللي شفت البريود الاخرى بصراحه مش في فورمه بالمصطفى ومعز حسن مش في فورمه هو كلهم مش في فورمه صحيت ماناش في فورمه انا مانا بصراحه نشوفوا جارديان يشوت تتمركا سونتراج اي بالاريتي معناها يديك على قلبك وين الجول ينحيلك وين الجول اللي يهز لي كيبر وقول يهز لي كيبر ونحيلك بارات يفسخ بونتو يفسخ ما تشوفش الحل ما نعرفش تعطي انا تو ما تنجمش تعطي سلام تعطي الفرصه نقولوا بن سعيد ولا دحمان ما تنجمش تعطيه فرصه تو في كومبيتيسيون كيما هكا داخل كومبيتيسيون ما تنجمش تعطيه فرصه وين تعطيه تعرفوا ماتش اميكال ماتش اميكال ولا اثنين ولا ثلاثه ماتش اميكو تعرفوا في الانترنيو دونك تفهم من كلامك انك مع شوا نتاع بن مصطفى تو ما عندكش في تاريخ انا رغم اللي كنت تقول عليه ماهوش في فورمه انا ماهوش في فورمه بن مصطفى ما قلتلكش انا قلت لك بوست ديليكاتو اما الانترنير هو اللي يعرف انت تو عندك تريني فيهم قداش ما تعرفش شكون اللي حاضر شكون في فورمه شكون كذا الماتش الاول سيرتو الماتش الاول سلام الماتش مفتاح ماتش كلي الماتش الاول ديجا هاو نحكيو فيه الماتش الاول من اصعب الماتشات كي تبدا الكومبيتيسيون ديجا تشوف السنغال قد متعادله بالنجوم تاعها كل كامرون البارح دخلت خاسره وهي الاولى معناها هي في بلادها اثيوبيا معناها تفرجنا عليها البارح هي كافير معناها ماتش ديفيسيل بورتون فما ورقه حمراء دونك
الماتش الاول راه ماتش صعيب 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 وماكش تلعب ضد ادفيرسير معناها مالي مو شويه كيما كان يحكي صاحبيني قالك برشا جمهور وماك تعرف الافريق نلعبنا في الافريق ونعرف معناها فما برشا تاثير ووقت خايب معناها ساعتين كيما قالك طقس خايب وحراره كبيره دونك الماتش الاول راه مفتاح برشا انا يلزمك تعمل فيه ريزلتا بوزيتيف كي تبدا عندك جول مش حاضر ولا عندك شي حاجه تبدا يزيتي في فورماسيون تاع جمعيه فورماسيون تاع كيب لاعب هذا مش لاعب هذا دونك باش تلقى صعوبه هو نتصور فما لاعبيه واضحين اللي باش يهبطوا خاصه في الدفاع ظهر لي واضح مشى بثلاثه في اللاكس واضحين الاسامي الخمسه مدافعين خاصه مع اصابه دلاغري باش يهبط المثلوثي على اليمين كيف كيف صغير يعيدوني هذا واضح الخزري كيف كيف واضح نتصور حتى سليتي ما نتصورش خلي على البنك خاطر ما اذا تولي ما ممكنش تلعب ديفونسيف راه فهمت بالفورمه الاخيره نتاعو بقى كما قال كان يحكي انيس مركز ولا زوز اما اسلام شكون باش يلعب باتا كومبونت انا نشوف خزن. اي مازال مش واضح هي الخزي يحب الجزيري مازال مش واضح هذا الى حد الان ينجم توزجار يكون حل راه على فكره ينجم يكون توزجار حل ومش يلعب اكيد كونه الاختيار على ثلاثه في اللاكس وسام وانت لعبت في اللاكس وتعرف انا بدي ضد انا ضد هالحكايه هذه مع ساعات حتى كيب ناسيونال ولا جمعيه تلعب ترواسا لا جمعيه فما برشا جمعيه تشيلسي مصر مصر كيف كيف مصر مصر ما عادش تلعب اي لا لا ثانيه خلينا نكمل جملتي مصر وقت اللي كانت مصر مسيطره على افريقيا كانت تلعب ثلاثه في اللاكس زاد هذيك تراديسيون قديمه سلام وانا لعبت غادي انا لعبت زاد في التروا في اللاكس في مصر انت تعرف اكثر سلام ودي تراديسيون قديمه قعدوا بها كي لقاوها معناها اللي بيرو ما عادش حد وعنده حتى فايده ولاو ليبيرو معناها ليبيرو ما عنده حتى فايده في الايكيب كوفرتير واحد معناها تو انت تلعب دو ستوبر واكسونتري دروا واكسونتري غوش اللهم اللهم دي عندك دي سون دي اكسونتري كواو معناها ينجموا خاطر راهو اكسونتري دروا اكسونتري غوش اللي عنده باهين علي معلول خاصه علي معلول اما نحكي لك ما عادش انا الفورماسيون هذه ما نحبهاش برشا نحكي على روحي ونحكي حتى على العالم الكل بدلت الاستراتيجيه هذه ولا عبيت تلعب حتى بكثره تاكون انا دو دومي كلوار وتاكون وزيد وراهم واحد اخر اي دونك علما انه خط الدفاع هو نقطه القوه بالنسبه للمنتخب خاصه كي رجع العيفة وشفنا كيفاش ملا بلاصتو في الكاس العربيه برون قيمه ثابته منتصر الطالبي وقت اللي استحق ينالو في الكوباراب شفنا البيرفورمانس الكبيره نتاعو دونك عندك نقطه قوه في هالخط هذا اوكوين كومباريزون بالبطوله العربيه وكوب دافريك متفقي حتى انا اليوم ما نحكي الموضوع هذا لازم تعرف الناس كل اللي راهو لعبنا ضد موريتانيا ونقصينك لي زانترناسيونال نتاعها نحكي على الكل صحيح راك لعب ضد البحرين قلت البحرين لعب ضد سوريا لعب ضد الامارات ما هو ناقص كما قلت انت ما عادش الامارات ولعب ضد مصر مصر راهي شوف الانتقادات اللي كليتها خذيتها مصر في العربيه ولعبت ضد الجزائر الماتش الصعيب معناها اوكين كومباريزون اليوم هاني قلت لك تتفرج توا معناها في السنغال باللي صار نتاعها ومتعادله ومتعادله وما لقاش السوليسيون ما لقاش السوليسيون امبارح الكاميرون عجبتني برشا بصراحه الكاميرون عجبتني برشا ايكيب قويه 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 وزيد دعم الجمهور والبلاد وتلعب وهي فهمت به دونك قلنا تفضل تفضل كلامك نقطه قوه المنتخب انت قلت على الدفاع انا نشوف الوسط واي مدافع تسأله يقول لك الصخيري هو الصخيري والعيدوني هو اللي هز الوسط ما طلع كلام هذا قالوا منتصر الطالبي قالوا دراجر قالوا برشا جواريت في برشا انترفيو معناها قالوا راه الوسط هو نقطه قوتنا وفي الكان ظهر الوسط العيدوني والصخيري ونسم سليمان تريو الوسط ومعهم الشعليلي زاد كاس العالم هل هو البلاصه الوحيده اللي ما عندناش فيها مشاكل هي وسط الميدان اللي يلعب يزازي دونك كي نلموا اللي قلناها قبيله وتوا نقطه قوتنا دفاعيه سواء في الخط الخلفي والا في البلوك التالي ولا في الوسط معناها اللي دو بيفو كلهم يتسموا يدافعوا صحيح دونك نقطه قوتنا دفاعيه بار كونتر باش نرجع للاسف في زمن نقارن مع اللي صار في الكاس العربيه شفنا دي سوليوشن اوفنسيف شفنا كوره في الكاس العربيه كورنا معناها عندنا الامكانيات كونا نلعبوا القدام ونفرجوا كوره كي لعبنا كوره فرجنا في الكاس العربيه بالطبيعه كيما قلت لك راه ما تقارنش راه احنا لزافريكا في الافريق مش نفس التفكير في لازي صحيح فيزيكمون زاد تنساش فيزيكمون وتكتيكمون احنا قوي وراو ديفونسيفمون والبلوك والتكتيك احنا قوي في الشيء هذا حتى في الافريق تو كيما تشوف المنتخب معناها احنا في الجزائر والمغرب وكل مصر وليكيبات لي الافريق معناها قوي تكتيكمون وتقوي فيزيكمون وقوي بار 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 كونتر بتقابل لازي بحرين قطر لما يش نفس الظروف تماما مش كيف كيف حتى المخ معناها حتى الواحد حتى الملاعب احنا الاوفنسيف مو لعبنا
صحيح ومركينا وخلقنا دي زوكازيون في البطوله العربيه وديما معناها وعملنا حاجات بهين برشا برشا، لكن كما قلت لك راهو ما تقارنش كيما تو، مش نفس الظروف، مش كيما تلعب في قطر غادي صحيح تيرا والدنيا وال لو كونفور ماكش كيما تلعب هنا. سمعت قبيليك مقر الاقامه يقول لك اوتيل على هذا مقر الاقامه معناها نتاع ليكيب ناسيونال، فهو مره حناش هو مره كل مره على فكره راه هذاك العادي او وسام يعني هذاك العادي راه عادي يتوقع كل شيء في الافريق يتوقع كل شيء فهمتني يتوقع كل هاو دو جورناليست معناها ضربوهم بالسبب معناها براكيوهم غادي في الجنيه معناها اخواتنا واصحابنا شوف ما نتوقع كل شيء في الافريق لا خاصه حكيت على التصويره اللي هبطها الشعلالي اللي هو كان بين ظفرين لورن هذيك راهو عادي جدا هذيك راهو كيما القطاطس عنا كيما القطاطس في تونس وما يعمل حتى شيء على فكره معناها كي تدور في الافريق يحوس معاك هذاك عادي عادي في الافريق توقع كل شيء توقع كل شيء خاطر مش نفس الظروف راهو كيما قلت لك وسام المجموعه هذه باش نبداوها مع المنافس الاقوى على الاقل على الورق اللي هو المنتخب المالي وماهوش اي منتخب صحيح يظهر اللي لعبنا معاه في 2019 نتذكر كملنا 1-1 احنا اللي رجعنا في الطرح بالرغم اللي كنا مسيطرين فيه اسامي كبيره في فورمه كبيره صحيح وما ننساوش ماش قابله حتى بوتر في كليفيكاسيون في مصر لعبنا معاها في مصر المنتخب المالي منتخب محترم جدا وباش تبدا به هذايا اول لقاء ليك قلت لك اول لقاء راه صحيح متلعب ضد منتخب مالي اللي معناها مترشح هو زاد باش يمشي للكوب دي موند من الاسانك الاخرين معناها شوف انت تو كنت تجبدهم معناها الفورماسيون نتاع مالي تشوف كله يلعبوا في الاوروب كلهم البر يلعبوا دي جراند تيتيلر وعندهم يقولوا في رواحهم معناها جايين هنا مش باش يلعب لك كيما انت تخمم باش تربح مالي بتبيع تخمم باش تربح قلت لك راه الماتش الاول راه صعيب برشا يلزمك تكون حاضر علاش قلت لك سلام معناها يلزمك الجارديا يكون حاضر يلزمك كلها تكون حاضره ويلزم ماتش صعيب اذا او نعطيك انا اذا ما تربحش ما تخسرش لازمك صحيح لازمك هذا تخمم بالتخمم هذا ما نعرفوش الفورماسيون كيما قلت انت مش يلعب ديفونسيف مش تلعب اوفونسيف هذيك مازلنا ما نعرفوهاش الا ما يقرب الماتش مهم كونك تربح اما زاد مهم كونك ما تخسر وسام في تصريح البارح جلال القادري قال معناتها نحن باش نلعب باش نفرضوا سيطرتنا على المنافس معناها واضح انه باش نخمموا في رواحنا اكثر من نخمموا في مالي وهما لازم يتاقلموا مع طريقه لعب المنتخب التونسي مش نحن باش نخمموا على نقاط كيما هما احنا خايفين من مش خايفين معناها قارين الحساب وعاملين حساب هما قارين حساب المنتخب التونسي ماتش صعيب سليم ماتش صعيب ولوفرتير نتاع الكان هذيا معناها ديما الماتش الاول صعيب كيما حكيت لك سيرتو كبيره سيرتو لي تروا ماتش اللي تفرجنا فيهم معناها الناس كلها محضره روحها الناس كلها تحب كوب دافريك معناها يلزمك فما اسامي كبار في الافريق تو بصراحه انا تو نشوف مصر ونيجيريا نيجيريا عندها ان جروند ايكيب الكاميرون البارح عجبتني برشا فيزيكمون وقوة وكيما قلت لك يلعبوا حتى في بلادهم وكل شيء الظروف مهيئه الكاميرون والسنغال معناها شوف انت السنغال عندها ترواز ايكيب نجم تلعب تيتيلر معناها فهمت فما جوارات ما عيطلهمش يلعبوا في اقوى جمعيات في الاوروب مصر الجزائر المغرب هذوما غانا اللي ماتش صعيب برشا ماتش المغرب وغانا مش يلعبوا معنا بعض معناها ماتشات الكل صعاب اللي انت اليوم يلزمك تدخل كوب دافريك يلزمك الماتش الاول يلزمك تعمل فيه بريستاسيون باهيه ويلزمك تربح ما ربحتش ما تخسرش انا فهمت شنو نحكي لك خاطر تقعد لك ديما تريكيبيري عندك دو ماتش اخرين باش تريكيبيري غامبيا ولا موريتانيا صحيح تريزي جول كونه المنتخب المالي باش يكون معاه حشد جماهيري كبير يبدو على حسب ما يحكي انيس الحبيبي اكيد سمعت حتى قالك موجوده منين غادي ساد صحيح فهمتني باش نلعبوا كونت ضد منتخب قوي عنده اورغانيزاسيون ديفونسيف قويه ياسر الوسط نتاعو اغلب جواريت يكوروا في الاوروب في جمعيات كبيره عندك ديانج اللي كور في الاهلي معناتها نحكيو بشوي بشوي عندك حيدرا اللي كور في لايبزيك عندك سامي سوكو كابيتان تاع هوفنهايم عندك برشا ملاعبي يحترفوا في اوروب ودفاع نتاعها كيف نحكيو على ليغ 1 والهجوم نتاعها نحكيو على واحد من اكتشافات الموسم هذا اللي كور في الشريف في الشامبيونز ليغ ماركي 4 بونتو تراوري تراوري اداما كيف كيف عندك التراوري ماريغا مشى ماريغا ماريغا ولا يلعب في السعوديه دونك في الهلال في الهلال كوليبالي لاتاكون تاع نونت جوارات من رانس قويه قويه عندها مع جوارات اغلبيتهم يحترفوا في اوروبا اما نقول لك حاجه سامحني احنا اقوى منهم تكتيكمون تكتيكمون اورغانيزاسيون اورغانيزاسيون تو انا تفرجت على السنغال اللي تلعب السنغال معناها نجوم ودي ستار ما يعرفوش معناها ما بعضهم ماشي كيف ماشي كيف ما بعضهم ماهمش معناها نشوف حتى في برشا ديشي برشا معناها بنتوات ضايعه معناها فهمت
قص على حديثكم بالعسل، نقص على حديثكم بالعسل، باش نخليو وقت الاخبار ونرجع نواصلوا في كان اكسبريس. نحكيوا على المنتخب وباش نحكيوا على مباريات اليوم. السنغال مازالت متعادله مع زيمبابوي في دقيقه 75، كذلك باش نحكيوا على حادثه الصحفيين الجزائريين اللي تم الاعتداء عليهم البارح. هذا كله في الجزء الثاني من كان اكسبريس.